يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأربعاء طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلاً طقس معتدل في أول الليل يميل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على معظم محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها بالعاصمة القاهرة. القاهرة العظمى 32، الصغرى 23، إسكندرية 28، 21، مطروح 28، 20، بورسعيد 29، 23، والإسماعيلية 34، 21. نذهب إلى السويس. السويس العظمى 33، الصغرى 21، العريش 30، 20، طابة 31-24، شرم الشيخ 34-25، والغردقة 34-24. نذهب إلى الأقصر. الأقصر العظمى 37 والصغرى 22، أسوان 38-22، الوادي الجديد 36-20، حلايب 31-25، وأخيراً شلاتين 35-25. والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.